أزمة بسبب صعوبة الاتفاق على مباراة ودية خلال نوفمبر اللي جاي ده. حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر طلب زيادة فترة معسكر المنتخب في شهر نوفمبر أسبوع إضافي، ويخوض خلاله مباراة ودية للاستعداد لمباراة توجو في نفس الشهر ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، وطبعا اللي هتستضيفها الكاميرون. الأزمة اللي بتواجه جهاز منتخب مصر الأول هي صعوبة استقدام منتخب قوي يضم عناصره الأساسية خلال الفترة اللي بيرغب فيها حسام البدري ان هو يخوض ودية، لانها هتكون طبعا قبل انطلاق الأجندة الدولية، وبالتالي في حالة موافقة اي منتخب على مواجهة الفراعنة هتكون طبعا بدون لاعبي الدوليين، وهيكون فقط اللعيبة المحلية هي اللي موجودة، وعشان كده المباراة هتكون ضعيفة. ونفس الامر البدري برضو اللي هيخوض الوديه بالمحليين ايضا، لان اللاعبين الدوليين هيكونوا طبعا متواجدين مع انديتهم برضو، وبالتالي مش هتكون الوديه دي مفيده بشكل كبير للمنتخب لجانب الاجراءات الاحترازيه والطبيه الخاصه بفيروس كورونا، واللي طبعا هيتم التعامل بيها مع المنتخب اللي هيصل مصر لخوض الوديه، واللي غالبا هيكون منتخب افريقي. يعني احمد فكر